عرفتوها بقى كده معايا. عاملين
اشتغلنا فيها وعملنا حاولنا ان احنا نعمل احسن شغل فيها. تاني مرحله كانت التحسين والبحث العلمي ان احنا ازاي الميه اللي عندنا دي نستغلها احسن استغلال، وان هي الميه في المستقبل مش هتبقى كتير وعايزين كل نقطه ميه نستغلها كويس جدا. عملنا لسي وعملنا ابحاث كتير وعرفنا اتفرجنا على شغل، عملنا ريسيرش على النت، اتفرجنا جبنا افكار، عملنا اختراع جهاز يعيش جهاز بسيط جدا على كل بيت وكل مبنى يبقى ممكن البيت ده يستخدم الميه بتاعته ويستغل الميه دي احسن استغلال. المرحله الثالثه كانت مرحله الماديات، حاولنا ان احنا نعمل حاجات عايزينها تبقى في المستقبل على اشكال اشكالنا احنا اللي عايزينها، اشكال تفيد الناس مجرد شكل بس، مستقبل اشكال تفيد الناس، كل شكل ليه فايده، كل مبنى ليه فايده تفيد الناس في المستقبل، بحيث انها تبقى مدينه كامله متكامله مفيش اي حاجه فيها ناقصه ومدينه سليمه. انت على المستوى الشخصي استفدت ايه من التجربه دي؟ استفدت ايه؟ ان انا اتعلمت حاجات كتير جدا، اتعلمت ان انا اشتغل مع تيم وورك، اخد افكار ناس جديده مش افكاري انا بس، اتعلمت حاجات هندسيه كتير ازاي ابقى مع مكان محدد اشتغل فيه مخططش هذا المكان، عرفت ازاي اوصل حاجات، اشتغل كهربا، اعمل حاجات كتير، ازاي ان المكان بتاعي يبقى ثابت ما بيتحركش، عملت كهربا، عملنا البنيه التحتيه لازم الكهربا والميه ما يبقوش جنب بعض على مستوى واحد، لازم يكون واحد اعلى من واحد، لان احنا لو عملنا الكهربا والميه جنب بعض المدينه ممكن تتدمر، لو حصل اي حادثه او كده ممكن المدينه كلها تتدمر. عرفنا ازاي كل حاجه هندسيه، كل حاجه لازم